قالت في الخضراء بس الصدرين، هذا حكي المظاهره الاولى كانت بس الصدرين. لا بس هذه اول مره خلي جاوبك دكتور، هذه موجوده هسه بس من رخصتك، عمار وصلاح الدين ما يكون مجال نحكي حتى تكمل الصدر، ولهذا شوف يعني بس هو مو سابق الحكي بالادله، خلي يكملون اذا عندهم سابق الحكي، احنا نقدر نسبق الكل. لا لا خلي اكو هسه طلعت هاي قناتكم، نطلع كاميرا لايف ونجمع ايش قدك الصديق وايش قدك السنه جايين من محافظات سنيه عندنا. نعم بس خلي جاوبك، خلي جاوبك سيد علي، تفضل سيد علي. ليش يتكلمون بس؟ اليوم احنا الجمهور الصدري عيب شعب يريد يرفض الفاسد. هو راح يجاوبك هذا كلامهم، خلي جاوبك يا عيني، تفضل سيد علي. ستي اولا الشعب اللي نتحدث باسمه اولا انتخب 74 التيار، نعم، وانتخب 183 الاطار، نعم، وانتخب الحلبوسي 69، نعم، وكذا، هذا مو شعب هو الانتخاب، نعم. زين انا اليوم انا ليش اتحمل مسؤوليه قرارات فرضا السيد اليوم رادي يسحب البرلمان مالته، نعم، من سحب البرلمان مالته انا لازم اليوم اريد ارجعه، نعم، او اريد ما ادخل بالعمليه، نعم، السياسيه. اذا خب العمليه السياسيه تمشي اليوم، اليوم سيد مقتدى الصدري يكون هو راعي الإصلاح، وهو ينظر بعين المعارضة، وهو ينظر بعين المعترضين، ويبقى هو القائد أن ينظر للجميع بدون استثناء. فلذلك أنا اليوم ليش أريد أحل البرلمان؟ على شنو؟ عندكم مشكلة؟ خب المشكلة يوم الحكومة، الحكومة الآن عندها إخفاقات كبيرة وكثيرة. الحكومة الحالية الموجودة الآن، تقصد السيد الكاظمي؟ نعم السيد الكاظمي لدي إخفاقات كبيرة. شنو الطين وعد واحد؟ شنو اللي سواه؟ شنو اللي جاب الكاظمي؟ سيد الكاظمي انت اللي جبته. لا ها لعد منو اللي جابه؟ زعامتك جابته. لا ما جابته هذا عامر يفتر. لا لا ما جابته زعامتي، ما جابته زعامتك جابته. لا لا ما جابته زعامتي. اسال المالكي. لا انا اعرف خابر هسه قدامي. اعرف قل له منو جاب الكاظمي؟ لا انا اعرف اول مره كانت بعد حادثه ابو مهدي وقاسم سليمان. لا قام يطقطقون يا اهلي طقطق، طلعوا الامريكا قالوا له بس هد لنا الوضع يا اهلي طقطق، خلينا نكون واقعيين يا اهلي طقطق. استاذ يا استاذ علي يا اهلي طقطق، انا ما احب اتجادل وياك، مو جدال هو نقاش. يعني خلي زعامتك اللي جابته. لا انا اقول لك زعامتك. لا خلي اول مره هو اللي نزع فتيل الازمه الامريكيه. اولا اولا انا ما قلت لك زعامتك اللي جبته، انت قلت لي. انا جبته انت قلت لي. انا اقول لك زعامتك. اسمع اعطيني المجال. اولا سيد مقتدى والاطار التنسيقي البيت الشيعي، نعم، اللي كان يسمونه البيت الشيعي، نعم، هم اللي جاوا لي. خب سيد مقتدى هم جابه والله ما حد عن الانتخابات هو سيد